جبر الخواطر ما أعظمها من كلمة وما أرقاها من منزلة، وتتردد على مسامعنا خلال اليوم كثيرا، وهي الله يجبر خاطرك. وأكثر ما نسمعها من كبار السن. فما هو جبر الخاطر؟ يقول سفيان الثوري: ما رأيت عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه مثل جبر خاطر أخيه المسلم. قبول الاعتذار من تطيب الخاطر، إهداء الهدية من تطيب الخاطر، تعزية أهل الميت من تطيب الخاطر، الشراء من بائع متجول في حر الشمس باحثا عن رزقه من جبر الخاطر. قالوا قديما: من سار بين الناس جابرا للخواطر أدركه الله في جوف المخاطر.